مرحبا بكم. مرحبا بكم. عسلامة. عسلامة. مرحبا مرحبا غالي. مرحبا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عسلامة. 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 الله أكبر. عيشك هاي اغزروا اغزروا الصالون تاعكم والدخله تاع الدار. الله وسلم على سيدنا محمد. الله اكبر. اغزروا هكا يا تو. الله اكبر. الله اكبر. صالون الدخله تبارك الله ما شاء الله. حسيتوا صالون كبار وساعة. تبارك الله ساعة بالقد ايه تبارك الله ما شاء الله. زويت ها؟ نحينا المارو ها؟ نحينا المارو. المارو الله. بارك لك ان شاء الله بارك لكم وكل فضلكم بدلت بالقديه بالقديه تشريها ديريكت تشريها بيع لك والله تنعمل لك سوق كما جيت غسره مع الشنبيع تبارك الله داري بدلت بالقديه عجبتني نحن نعاونوا فيك زي في البيعان تاع الدار ربي يبارك وكل حاجه معموله هوني باش تعاونك في البيعان تاع الدار الله يبارك لك دخلت وما دخلتش كيما دارك قبل لا 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 الله يبارك لكم ان شاء الله في كل خطوه ما شاء الله قول لك الصالون ما شاء الله في كل شيء. وشنو هي البوان اللي كي دوما دخلتوا لاحظتوه معناها كلي شنو هي أول حاجة؟ ضويت ضويت في كل شيء، الصالة واسعة تبارك الله وهذيا زدنا كبرنا فيها الصالة. وسعة تبارك الله بالقد ايه بالقد ايه. اون فيت ريت السيباراسيون توا اللي عملناها هذايا، السيباراسيون ما عادش تبدا الصالة مع الشارع. ولينا ندخلوا عندنا ان اول دونتخي صغير هذا تابلا مونجي وعندنا ديريكتومون صاله وحده اللي هي ولات مسكره ياسر حلو ريدو حلو برشا مش لقتوا شيء زاد في القاع؟ بارتير تبارك الله ما شاء الله تبارك الله الصالون هكا الباقي الباقي سي ولي تمشي على الباقي انت ترجع على الباقي بشويه بشويه تقعد هوني يا ودي ليش نبيعوها هذايا حلوه برشا حلوه برشا بون بدلنا الكولور نتاع البيوت هذا الاخضر وهوني بلون عملنا سيباراسيون ما بين الصالون والبارتي نوي هذا الكل يزيد في قيمه الدار وزدناكم زاد دي رونجمون خاطر ناقصه كانت لي رونجمون ما كنتوش عندكم سونيت او موان هكا واحد كي ينقز يشوف شكون ينقز عليه قبل ما يحل حتى البريزيت تبدلوا بالبدا كل شيء كانوا عندنا فويت زاد بلوطه فويت نتاع الماء ندي نحيناه بارك الله ربي يبارك لكم انا عجبتني تلمو عجبتني والله تلمو عجبتني معناها ديرتي يا ما جاتش غسره وواحد ويلزمني نبيع لاباس لاباس اما كنت حاب تشري تنعمل لك سوم مش مشكلة اللي كنت نعمل لكم سوم ربي يبارك لك نعمل لكم سوم نعمل لكم سوم بدلت معناها كان هي قاعدة على السيستيم هذاك تقعد حتى 100 سنة ما تبهليش ما تبهليش هذه نفس الكوجينة الله اكبر الله يبارك لكم ان شاء الله يا رب ما شاء الله قولك ان شاء الله ما شاء الله بارك الله طيب معايا انت شتي طبيبه ما شاء الله ما شاء الله يا رب الله يبارك لكم ان شاء الله الله يبارك لكم بارك الله عندي منقوب ما عندي نفس الكوجينة كان بدعاء الخير وليدي ما شاء الله تنحى المارون الحمد لله صحي تنحك المارون هذاك كنت كي نشوف كل شيء كل شيء مش المارون بركة المارون فيس في المرويت وكل ما بركة الله كيفاش كنت؟ كنت هكا ولا؟ كنت هكا هليل شوية ما تلقاش كيفاش الدور حتى لو ساعة تحسها وساعة بركة الله ريت ساعة بكتير بكتير بون في جدار هذيك بتاعك مي الفور والاوت والغازينيير هذاك كوزين ايكيبي خاطر كي واحد يشري ديما كوزينه كامله خاطر توا لي زابارتمون كيفاش يبيعوهم يبيعوهم ايكيبي هكا دونك فوالا ربي يبارك لكم ياسر حلو يعطيكم الصحة ولا تبارك الله ربي يبارك لكم ان شاء الله هذاك السيشوار قعد هذاك السيشوار قعد هو بيدو زدناكم برشا ديرونجمون وديما نقولها معناها حتى العباد راهي الكوجينه حاجة مهمة في البيوع. اللهم صل وسلم على ادخل ادخل الله يبارك فيك ادخل الله أكبر شكرا بركة الله بركة الله رب
ربي يبارك لكم. شنو اللي تبدل فيه؟ كل شيء. حال مراز. زدت وسعت نحسها كاني وسعت بالبدا بارك الله. فرحتوني وليدي ربي يفرح قلوبكم ان شاء الله. عايشك هذه خدمتنا. ربي يفرح قلوبكم. كيك باش نعاونوكم في بيعنا الدار. ان شاء الله يا ربي يسهل. توا هكايا نوليو عندنا بالحق زوز بيوت. ديما قعدنا في الكولور نوتر. معناها باش كي واحد يجي فاتح يشرع القلب. يشرع. يعطيك الصحة ربي يبارك لك ان شاء الله. ادخل لازم بيت كيفي. ان شاء الله. ربي يبارك لك ان شاء الله. جبتني بيت ولدي ها. بيت ولدي بارك الله. ربي يبارك لك ان شاء الله وليدي. هذيك كارتروب ريتك كانت قبل هكايا كانت عالية كانت تسكر الفيزيون تاعك كي تدخل تظهر لك صغير كي صغرناها وليت تظهر لك أكبر ولا؟ أكبر أوسع وريدو هذايا باش كي أنت تبدا ريقت وقت ترجع الريدو ترجع الريدو وقتك تبدا تقرا بوحدك ها وعندها بيروها هوني تبدا تقرا هون قعدنا في ليتون ديما نوتخ عاودنا دينا الكل بابي بان نسخته وانا بيدي الصحة عايش حلوة في كل شيء في كل شيء عندنا انيس بلس دو شامب معناها زوز بيوت لازم نكونوا زوز بيوت واحدة بارون وواحدة انفون سيرتو كي نختاروا لي موبل نتاعنا هذايا ان كونساي كي نختاروا لي موبل نتاعنا ما نجيبوش نختاروهم باغابوغ البيت نتاعنا مش كيما كنا عندنا ارموار كبيرة كيما ارموار صغيرة الارموار صغيرة تكبر لنا في الاسباس الكبيرة تصغر لنا في الاسباس بارك الله ياسر حلو حلوة بالكتي ودخل تشوف حاجة ياسر حلو ويسعد بارك الله فيه يا فصان كل تبدلت بريسك وليت حلوة برشا بارك الله البانو تبدل بالكابين ولا حلوة برشا يعطيك الصحة يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة ياسر حلو بدلت شوان ياسر حلو ياسر هو بالك عاودنا كل شيء كارلاج الحيط لو سول تعاود بدلنا البنوار تو كي تحلها يهبط مي سخون ولي ما كنتش عندك مي سخون انت عندك تو مي سخون ومي برد برب وعندك البنوار هذايا تتحل من غادي باش تلقى كيفاش تخرج براحة تخرج براحتك صح وعندك هايكا باش تديك انت تحب تتكى عندك المخدة متيل عاودنا الانستالاسيون نتاع المي الكل كانت فويت الكل كل شيء في جديد يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة كل شيء كل شيء عجبتكم؟ ياسر حلو هذه حاجة مهمة زيدا في الدار كي يشوف يقع فما تكسيرة من الغاديرة فما فويت كيرا فما شوية ندي بيصير عم بدوني الجملة في البيوم ليه تبدلت بالكتي تبدلت يمشي راه تو يمشي ديريكت تو تبارك الله كارتيي ونظافة مش هو فهمت عملنا دورة متاع الدار وقولي شقولك بارك الله يعطيك الصحة ربي يبارك لكم إن شاء الله كل حتى اللي دق مسمع ربي يعطيه ما يتمنى تبيع فاسيل هكا يدخل الشيري تبيع فاسيل باش نبيعوها ان شاء الله ب 120 مليون ان شاء الله يا ربي اما ال 120 مليون لازمنيش نفيكسيوهم السوم تاع 120 مليون والمصروف اللي عندك هذه حاجه مهمه عندنا سوق يحكم فينا وعندنا سوم مرشي يحكم فينا معناها ان شاء الله يا حاجه نوصلوا لهم 120 مليون حتى كان نجموا فوتوهم ان شاء الله يا ربي اما المشكل فما السوق معناها ما تحسبش سوم دارك بالمشاكل اللي عندك نعرف اللي عندك مشاكل وكل شيء اما تحسبش بالمشاكل وبالمشاريع اللي عندك باش تقيم بيه سوم دارك هذه الغلطه برشا عباد يعملوها يقاوموا سوم دارهم بالمشاريع اللي عندهم ولا بالمصاريف اللي عندهم وتنجموا نقعدوا 4-5 سنين وما نبيعوش الدار تبارك الله دار يخسر تو كيفاش وليت كيفاش ما تجيبليش 120 من هذوما الكل باش تروح بهم انت يعطيك الصحه هذوما الكل باش تهزهم انت الدار باش تقعد لا حتى السيستم تبدلت معناها وليت تشرى القلب فهمت؟ تشرى القلب حاجة هذيك سور معناها حاجة هذيك القوة نتاع الهوم ستاجينغ والقوة نتاع ليميسيون نتاعنا اللي
نحن ناخذوا دار اللي ما نتجمش تبيع ونعاودوا لها نعطيكم الصحة لا ميناجمو اللي هو باش تسهل لنا في البيو. ربي يبارك لكم ان شاء الله. عايشك. اما كيما قلت لك اما هو 120 من فوق 120 رحمة من عند ربي تجيني خاطرنا أربعة صغار والراجل لازماتيك ما نكذبش عليك وليدي. تو بالله مين أجمل اللي عملناه إن شاء الله نوصلوا. إن شاء الله. بعد جمعتين إن شاء الله نعود نرجع لك حتى قبل. إن شاء الله وليدي. ولي أبشعتي ولي إن شاء الله زادة تقبل بيه أنت ونسكل تخش فرحان. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. لقينا برشا ديزانتيغيسي بدا اليوم في نور جعفر والعائلة قاعدة تخم. كان توما زادة. يعوها إن شاء الله ب 120 مليون. إن شاء الله يا ربي. أما ال 120 مليون لازمناش نفيكسيوهم الصوم تاع 120 مليون. والمصروف اللي عندك هذه حاجه مهمه. عندنا سوق يحكم فينا وعندنا سوم مرشي يحكم فينا. معناها ان شاء الله حاجه نوصلهم 120 مليون حتى كان نجموا فوتوهم فوتوهم ان شاء الله يا رب. اما المشكل فما السوق. معناها ما تحسبش سوم دارك بالمشاكل اللي عندك. نعرف اللي عندك مشاكل وكل شيء اما ما تحسبش بالمشاكل وبالمشاريع اللي عندك باش تقيم بيه سوم دارك. هذه الغلطه برشا عباد يعملوها يقاوموا سوم دارهم بالمشاريع اللي عندهم ولا بالمصاريف اللي عندهم وتنجموا نقعدوا 4-5 سنين وما نبيعوش الدار. تبارك الله دار يخسر تو كيفاش وليت كيفاش ما تجيبليش 120 مليون. هذوما الكل باش تروح بهم انت. يعطيك الصحة. هذوما الكل باش تهزهم انت. الدار باش تقعد. لا حتى السيستيم.